الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، وصلنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. وصلنا عند قوله الفصل الثاني في الاعتذار عن الإخلال بفصول شحنت بها المعتقدات، ورأيت الإعراض عن ذكرها أولى، لأن المعتقدات المختصرة حقها ألا تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد، أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبال، وإن خطرت بالبال فلا معصية في عدم معرفتها وعدم العلم بأحكامها. يعني هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، فالخوض فيه بحث عن حقائق الأمور وهي غير لائقة بما يراد منه تهذيب الاعتقاد، أنه سمى كتابه الاقتصاد فيحتاج إلى تهذيب وإلى حذف الحشو والزيادة والأمور غير اللازمة. وذلك الفن تحصره ثلاثة فنون: عقلي ولفظي وفقهي. أما العقلي فكالبحث عن القدرة الحادثة، أنها تتعلق بالضدين أم لا، وتتعلق بالمختلفات أم لا. طبعا هناك الضدان وهناك الخلافيان، فالضدان كالسواد والبياض لا يجتمعان وقد يرتفعان، أما الخلافان كالبياض والطول فإنهما ليس ضدين، البياض والطول يجتمعان، فقد يكون الشيء أبيض وطويل، أو يكون أبيض وقصير، أو قصير وغير أبيض، أو غير أبيض وقصير، وهكذا. وتتعلق بالمختلفات، يعني الخلافيات أو الخلافيات. وهل يجوز قدرة حادثة تتعلق بفعل مباين لمحل القدرة وأمثال له؟ وأما اللفظية فكالبحث عن المسمى باسم الرزق، ما هو؟ يعني هل الرزق ما يملكه الإنسان ولا ما ينتفع به؟ هذه مباحث لفظية، كالبحث عن المسمى باسم الرزق ما هو، ولفظ التوفيق والخذلان والإيمان ما حدودها ومسبباتها. وأما الفقهية فكالبحث عن الأمر بالمعروف متى يجب، وعن التوبة وما حكمها إلى نظائر ذلك. وكل ذلك ليس بمهم، بل المهم أن ينفي الإنسان الشك عن نفسه في ذات الله تعالى على القدر الذي حقق في القطب الأول وفي صفاته وأحكامه كما حقق في القطب الثاني، وفي أفعاله بأن يعتقد فيها الجواز دون الوجوب كما في القطب الثالث، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرف صدقه ويصدقه في كل ما جاء به كما ذكرناه في هذا القرآن، وما خرج عن هذا فغير مهم. ونحن نورد
نورد من كل فن مما أهملناه مسألة لتعرف بها نظائرها ويحقق خروجها عن المهمات المقصودة في المعتقدات. أما المسألة العقلية فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجله؟ ولو قدر عدم قتله هل كان يجب موته أم لا؟ وهذا فن من العلم لا يضر تركه، سواء مات بأجل أو مات بغير، يعني لو ترك هذا أو هذه المباحث لا يضر تركها، ولكننا نشير إلى طريق الكشف فيه فنقول كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر طالما ليس هناك ارتباط بينهما. فإذا نفي أحدهما لا يلزم من نفيه نفي الثاني أو نفي الآخر. كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود، فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر. مثلا فلو مات زيد وعمر معا، حائط كذا سقط فمات عمر وزيد مع بعض، ثم قدرنا عدم موت زيد، لم يلزم منه لا عدم موت عمر ولا وجود موته، مع أنهما اقترنا في الوجود، ولكن لا ارتباط لأحدهما بالثاني، مجرد اتفاق اللي احنا بنقول عليه مثلا صدفة تصادف، انه اثنان ماتا في الطريق معا او صدمتهما سيارة. فلو قدرنا عدم موت احدهما لا يقدر عدم موت الاخر ولا حتى موته، لان هذا امر اتفاقي وليس فيه زي القضية الشرطية اللزومية، وفي قضية شرطية اتفاقية. اللزومية في تلازم بين طرفيها، إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. يعني مثلا إذا كان علي في المسجد فأخوه في السوق، هذا مجرد اتفاق أن واحد يكون بيصلي والثاني بيرعى التجارة في السوق، ولكن لا يلزم من انتفاء أنه في المسجد أن أخاه ليس في السوق، مش لازم إذا كان هذا في المسجد يكون هذا فيه، بخلاف القضية الشرطية اللزومية. يبقى في تلازم بين طرفيها، فمعنى نفي المقدم معناه نفي التالي، وإثبات المقدم معناه إثبات زي القضية اللزومية الشرطية. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يلزم من طلوع الشمس وجود النهار والعكس، ومن وجود النهار طلوع الشمس. ليه؟ لأن النهار لا يوجد من غير طلوع الشمس، ولا الشمس لا تطلع وهي يلزم من طلوعها الليل مثلا. هذه قضية شرطية لزومية، والتلازم إما أن يكون من الجانبين، يعني إذا وجد النهار فالشمس طالعة، وإن كان في غيوم تحت موضوع ثاني، أو أنت مثلا تقول الساعة 10 الصبح وأنت مغلق الغرفة وفي ستائر ولا ترى وتنير المصابيح وتقول الشمس ليست طالعة، أنت كذاب، لو فتحت الشباك ستدخل الشمس أو تقتحم عينيك أو سوف تملأ المكان نورا وضوءا. فهذه قضية لزومية. تمام. بعد ذلك مثلا اللزوم هنا مش اتفاقي زي الاتفاقية، لا،
يعني لا يلزم من نفي احدهما او من ثبوت احدهما ثبوت الايه الاخر. فاللزوم هنا من الطرفين، وممكن اللزوم يكون من جانب واحد، زي مثلا ايه يلزم من قطع رقبة الحيوان، جبنا الحيوان وذبحناه وقطعت رقبته، يلزم من قطع رقبته موته، ولكنه لا يلزم من موته قطع رقبته، فقد يكون مات حتفا أو مات كمدا أو مات بالرصاص أو مثلا موقوذا أو مترد من غير إيه قطع الرقبة، ممكن يعني مات فضيس كده وسليم أعضاءه ما فيش حاجة إيه قطعت، يلزم من قطع رقبة الإنسان أو الحيوان أن يموت، ولكنه لا يلزم من الموت قطع، هذا يسمى لزوم من جانب واحد. كل شيئين لا ارتباط لأحدهما بالآخر ثم اقترنا في الوجود فليس يلزم من تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخر، فلو مات زيد وعمر معا ثم قدرنا عدم موت زيد لم يلزم منه لا عدم موت عمرو ولا وجود موته، وكذا إذا مات زيد عند كسوف القمر مثلا فلو قدرنا عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضرورة، يعني هو مات عند كسوف الشمس، يعني معناها انكسفت الشمس لموته زي ما اعتقد الناس عندما مات إبراهيم ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس، ده ايه اتفاق، اتفق ان قدر الله ذلك، فظن الناس ان هذا مرتبط به، ما فيش ارتباط هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو لحياته، ده مجرد إيه؟ اتفاق مش لازم، فلو قدرنا عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت، أقول لك لو ما انكسفتش ما كانش مات، ولو ما ماتش كان ما انكسفتش، ولو مات يبقى تكنا، إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر، أما الشيئان اللذان بينهما علاقة ارتباط فهي ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون العلاقة متكافئة كالعلاقة بين اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر، لأنهما من المتضايفات التي لا تقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر، يعني لا يفهم الأمور اللي فيها إضافة، لا يفهم واحد إلا بمقابله، يعني مثلا لو انتفى الفوق ينتفي التحت، ليه؟ لأنه التحت معناه إيه؟ في مقابلة الفوق، والفوق في مقابلة التحت، فإذا انتفى أحدهما ينتفي الآخر، لأنه تعقل أحدهما مرتبط بالآخر، زي مثلا إيه؟ الأبوة والبنوة، ايه معنى انا ابوك يعني انت ابني، ايه معنى انت ابني يعني انا ابوك، فلو انتفت الابوه تنتفي الايه البنوه، امال هو ابن لمين؟ ابن يعني له اب، واب يعني له ابن، فنفي واحد ينفي الايه الثاني، لانه تعقل احدهما متوقف على تعقل الاخر، زي اليمين والشمال، لو هنا ما فيش يمين هنا ما فيش شمال، هو كيف سمي شمال؟ لانه في مقابله اليمين، وكيف سمي يمين؟ لأنه في مقابل، فهذه أمور فيها إيه؟ تلازم، يبقى إذن هنا العلاقة بين اليمين الأول قال لك تكون العلاقة متكافئة، يعني التكافئ عن التساوي، دم سودة زي اليمين والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم من يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر، لأنهما من الأمور المتضايفات، وقلنا المتضايفان لا يتعقل أحدهما إلا بالآخر، زي البطء والسرعة والقليل والكثير، لو ما فيش كثير يبقى ما فيش قليل، أمال أنا كيف قلت هذا كثير؟ لأنه في قليل، يعني لماذا هذا كثير؟ لأن هذا قليل اللي هو المقابل،
أقول لك العدد هنا قليل، ليه؟ لأنه في مكان ثاني العدد كثير، إنما لا توجد الكثرة، يبقى لا توجد القلة. الثاني ألا يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط، لأنه وجود المشروط تمام بدون شرطه غير معقول، ما دامت هو مشروط يبقى متوقف وجوده على وجود الشرط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروع، يعني يلزم من عدمه العدم، ده الشرط، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني مثلا ما فيش شرط للزكاة أن يبلغ المال النصاب، مش ده الشرط؟ طب لم يبلغ المال النصاب يبقى إذن ما فيش زكاة، يعني يلزم من عدم النصاب عدم الزكاة. لكن أفرض وجد النصاب، لا يلزم من وجوده وجود الزكاة، لأنه قد تكون الديون استغرقت المال، ما في خلاص كل واحد في الزكاة ده، بل لسه في عليا ديون لسه حسد، يعني عندي الفلوس اللي معاي استغرقتها الديون، ولسه في ناس ليها، اقول لهم ان شاء الله السنه الجايه او الشهر الجاي، يبقى ما في الزكاه، مع انه خلاص كده. مثلا شرط الصلاه الطهاره، فلو ما فيش طهاره ما في الصلاه، انما افرض في طهاره يبقى لا يلزم من وجود الطهاره وجود الصلاه ولا عدم وجودها. انا متوضي للقران او متوضي تبركا كده وليس بالصلاة، يبقى الشرط مع المشروط. ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فإذا رأينا علم الشخص مع حياته وإرادته مع علمه، شوف كده خد بالك، يعني نرى علم الشخص مع حياته، يبقى الحياة هنا شرط في العلم، يعني لا يكون عالما إلا إذا كان حيا. وإرادته مع علمه، لا يكون مريدا إلا إذا كان عالما بما يريد. خد بالك، يبقى الإرادة وإرادته مع علمه، يبقى لا يكون مريدا إلا إذا كان فيبقى العلم شرط في الإرادة، والحياة شرط في العلم، فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم، لأنها أصبحت شرط، ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة. ما فيش علم يبقى ما فيش، كيف يكون مريدا ومختارا وهو غير عالم؟ ويعبر عن هذا الشرط عن هذا بالشرط، وهو الذي لا بد منه لوجود الشيء، لأنه يلزم من عدمه العدم، ولكن ليس وجود الشيء به، يعني صحيح هو شرط صح كده، لكن الشرط لا يوجد به، المشروط لا يوجد به، وإنما يوجد عنده ومعه، يعني في تلازم. لكن هل الشرط هو اللي يوجد المشروط؟ لا، يعني صحيح بلوغ النصاب هو شرط في الزكاة، لكن لا توجد الزكاة به، ليس به، يعني ليس هو العامل هو الذي يوجد الزكاة أو هو الذي يوجبها، وإنما هو شرط. يبقى إذن المشروط لا يوجد بالشرط، وإنما يوجد مع الشرط أو يوجد عنده، يبقى يختار لك حاجة، يا إما عنده يا إما يا إما معه، إنما به لا. ولذلك مثلا الماء شرط في إنبات النبات وإخراج الزرع، فإذا روي الزرع يظهر الثمرة أو تنبت أو كذا،
عند الإرواء أو معه وليس إيه به، لأنه لو قلنا به يبقى معناه السبب أو الشر مؤثر، وأهل السنة يقولون أنه لا تأثير إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب ومسببات وشروط وموانع إلى آخره. الثالث، اقرأ يا شيخ الثالث. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الثالث العلاقة التي بين العلة والمعلول، ويلزم من تقدير عدم العلاقة والعلاقة، متى تكسر ومتى تفتح يا شيخ؟ إذا كانت بين المحلول، اسكت أنت بني آدم، بس أنا بولي وجهي. ها؟ يا لو حنعلق الحاجة في المسمار قضية علاقة، نتعلق يا معلق السلك، هي علاقة، علقها كذا علقتها فأصبحت هي علاقة. أما المعنوية اللي غير محسوسة يبقى علاقة، ولذلك هنا ما تقولش العلاقة، العلاقة. إذا كنت اللي حتجاوب وقلت تخطئ، ما أنت اللي حتتفلسف وحتجاوب، لما أنت اللي غلط العلاقة. يقول لك ايه العلاقات الدبلوماسية، ده مش محسوسة، مش العلاقات. يقول لك العلاقات العامة، لا العلاقات، لانه لو علاقات عامة كل ما تروح معك خشبة، معك مثلا جاكت، معك عباءة تعلقها، هذا بقت علاقة. فالمحسوس تبقى ايه علاقة، لما تدخل كده وتفتح الباب وعاوز تعلق المفتاح عشان ما يضيعش، يبقى يقول لك علقوا في العلاقة اللي بيعلقوا فيها يعني. يلا يا شيخ. الثالث العلاقة التي بين العلة والمعلول، ويلزم من تقدير عدم العلة عدم المعلول إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة. يعني أحيانا في حاجة بيسموها إيه؟ التعدد الإيه؟ العلة مع اتحاد المعلول. يبقى المعلول واحد وله اكثر من ايه من عله، يبقى العله متعدده والمعلول واحد، وفي العكس تبقى العله واحده والمعلول متعدد، الاثنين موجودين. يبقى مثلا ايه، لو الدنيا حراره، في حراره سخونه، ايه علتها؟ ممكن يكون لها اكثر من عله، الشمس أو النار أو عدم التهوية في المكان. يبقى هنا إيه؟ معلول واحد وله أكثر من إيه؟ من علة. فواحد يقول لك والله أصلاً ما فيش نار مشتعلة، أما الحرق يقول لك هو علة واحدة. ما هي إذا لم توجد بالنار وجدت بإيه؟ بعلة أخرى، لأن لها أكثر من علة. يلا يا شيخ. قال: فإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كل العلل نفي المعلول. يعني لو كانت العلة متعددة فلا ينفى المعلول عند انتفاء العلة، لربما يكون وجد بعلة أخرى. يبقى في هذه الحالة متى ننفي المعلول؟ إن تصورنا انتفاء العلل كلها. لو كانوا 50 علة وكلهم كده ما فيش معلول، إذا انتفت الإيه؟ العلل كلها، ينتفي الايه؟ المعلول. ده اذا كان له ايه؟ اكثر من علة. ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقا. يعني اقول لك الحرارة زايدة، الحرارة 50، الحرارة 100، الحرارة 90، طب ما فيش نار، ما انتفت النار، لكن لم تنتفي الحرارة لان لها علة اخرى غير النار، الشمس مثلا. بل يلزم نفي معلول تلك العلة على الخصوص. نعم. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت. يعني حنجيب مثال في القتل والموت، ولذلك غير الله تعالى بينهما، قال: ولئن قتلتم أو قال موت غير القتل، مش واحد،
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. القتل عبارة عن حز الرقبة، طعن سكينة، أنواع كثيرة في القتل، وحتى عند السادة الأحناف خلوا القتل أنواع خمسة: قتل عمد، وقتل محدش قسم التقسيم ده غيره، شبه العمد، وبعدين قتل خطأ، كام دولة؟ وبعدين قتل أجري مجرى الخطأ، وبعدين قتل بسبب. كم أنواع القتل عند الأحناف؟ خمسة طبعا: العمد وشبه عمد، وخطأ وشبه خطأ اللي أجري مجرى الخطأ، يعني ده وشبهه، وبعدين الأخير إيه؟ القتل بسبب، يعني لا عمد ولا خطأ، ده في بس سبب أدى إليه. زي واحد حفر بئرا في الشارع أو أمام بيته وما عملش غطاء له، وجاء إنسان وماشي بيتكلم في الموبايل أو بيشوف الواي فاي، وراح إيه الدنيا ظلمة وما فيش حاجة تنبهه، وظن إنه ما فيش حفرة وترع بئر، فوقع في الإيه في البئر فأردي قتيلا. يبقى إذن هل الرجل ما يعرفوش ولا شافوش حتى صاحب البئر، ولكنه هو إيه الذي تسبب، اسمه ده قتل إيه بسبب. خلاص. أما القتل بالخطأ زي كأنك بتنشن على غزالة مثلا من بعيد، أو كلب وحشي أو حاجة ما وبتصطاده وانتبه عليه، فعد إنسان فأصاب. أنت ما تقصد الإنسان ولكن تقصد الحيوان أو الغزالة، هذا يسمى قتل خطأ. ولذلك المؤمن ليس من شأنه القتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إذا حصل يبقى إيه خطأ، يعني كأن الخطأ ليس من كلمة ما كان في القرآن نفي الكون، ده اسمه ايه جحود، ما كان يعني ليس من شأنه وليس من طبيعة تكوينه أن يقتل. خلاص كده. زي قصة التاجر اللي هو ذكر الإمام مالك قصته في الموطأ، أنه كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في راجع من الشام إلى المدينة، فتعرض له إيه لص في الطريق، فقال له: إليك عني هذه القافلة أو المال موجود. لص مسلح فارس على فرس، وإذا به يتعرض للتاجر، فيقول له: هذه هي القافلة أو هذا هو المال، ولا شأن لك بي، يعني إذا كنت لا بد من السطو أو لا بد من، خذ إيه المال واتركني أنجو بنفسي. فقال له: لا بد من نفسك، يعني لا بد من قتلك. لم يكتفي بأخذ المال، بل فقال: إذا كان الأمر كذلك فاتركني أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو الله. قال: لك هذا، يعني كل ربع ساعة عشر دقائق مش مشكلة، أكون أنا استجمعت القوة لكي أقضي عليك بضربة واحدة. فإذا به يدعو: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أغثني 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 ثلاث مرات. وإذا بفارس يأتي بثياب خضراء ومعه حربة من نور، فلما رآه اللص أو المجرم ترك التاجر وأقبل عليه، فإذا به يضربه ضربة يرديه عن فرسه، يعني يسقطه على الأرض. ثم يقول الفارس الذي يلبس ثياب خضراء: خذ الحربة واقتل هذا الرجل الذي كان يريد أن يقتل. قال: ما تطيب نفسي ولا أقتل أحدا، أنا ليس شأني القتل، لست قاتلا أصلا، حتى وإن كان الإيه الذي يراد قتله ظالما أو أنا لا تطيب نفسي بهذا، لا أقتل شيئا. فإذا به يأخذ الحربة ويقتله إيه بنفسه. ثم يقول له: أتدري من أنا؟
قال لا، قال أنا ملك من السماء الثالثة. عندما دعوت الله تعالى بهذا الدعاء: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغثني 3 مرات، سمعنا لأبواب السماء قعقعة، فقلنا أمر حدث في الأرض. فلما قلت المرة الثانية أغثني، إذا بجبريل بنفسه ينزل ويقول: من ينقذ هذا الرجل؟ فقلت: أنا الملك اللي نزل. فلما دعوت الثالثة وصلت عندك. فشأن المؤمن أنه ليس قاتلا. طبعا بقية المذاهب ما قسمت هذا التقسيم اللي هو عند الأحناف: قتل عمد وقتل شبه عمد. يعني قتل عمد زي ما تضرب الإنسان بالرصاص، ده مش معقول حقول ده أنا مقصود، أما يعني رصاص 36 طلقة وسيف وتقول أنا مش واخد لبالي، ده عمد على طول. ده القتل عمد اللي فيه حاجة لا تستعمل إلا فيه، في القتل حديدة أو حجر كبير صخرة تروح ضرب بها على راسه وتقول والله أنا أقصد بس تأديبه، ده عمد. ده شبه العمد، العمد يعني حاجة يعني لا يقتل بها عادة يعني. وبعدين الخطأ اللي هو لا تقصد يعني هذا، تقصد شيء آخر. وقتل أجري مجرى الخطأ زي إنسان نائم، لأن الخطأ لا ينسب إلا إلى حاضر الذهن. واحد نائم مثلا وفي صبي صغير وبينقلب كده هو إنسان ضخم كبير، فجاء على الطفل فكتم أنفاسه، فهذا يسمى أجري مجرى الخطأ، لأنه ليس خطأ. أما القتل بسبب زي مثال الذي حفر بئرا، حصلت أيام سيدنا علي رضي الله عنه أن رجلا حفر بئرا أمام بيته فسقط فيها إنسان فصرخ وأخذ يستغيث بالناس، فإذا برجل يمد له حبل أو شيء، لكن كان سقط رجل وزنه 90 كيلو أو 200 كيلو يعني ضخم، فإذا به لا يستطيع الذي فوق أن ينقذه فسقط معه، فاستغاث، فإذا بثالث يسمع صراخ ويظن أن الذي في البئر واحد، فيحاهم 2 مسكين في بعض فمش عارف يشدهم، فسقط معهم. ثم جاء رابع فأسقط أيضا، فمات 4 في البئر بسبب هذا الرجل الذي حفر هذه البئر دون تغطيتها. فلما سمع سيدنا علي رضي الله عنه وجاءوا يتقاضون أو يتحاكمون عنده، فقال: أما الأول فله ربع الدية، وأما الثاني فله نصف الدية، وأما الثالث فله 3/4 الدية، وأما الرابع فله الدية كاملة. قالوا: كيف هذا؟ قال: الأول له ربع الدية لأنه أسقط 3 فوقه، والثاني له النصف لأنه أسقط 2، والثالث له 3/4 لأنه أسقط 1، والرابع له الدية كاملة لأنه لم يسقط أحد. يعني كأنه البئر كان السبب في قتل الأول، والأول كان سببا في قتل الثاني، والثاني كان سببا في قتل الثالث، والثالث كان سببا في قتل الرابع، والرابع لم يكن سببا في قتل أحد، فله الدية كاملة. ده الفقه وده القضاء بتاع مين؟ أمير المؤمنين، لأن كان عنده قضاء حصيف وقضاء يعني سبحان الله. الحديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها. يعني كان رجلا في أعجوبة في الذكاء والعقل، وإمام السنوسي ذكر له قصة عجيبة في السنوسية اللي احنا بنشرحها، أن كان رجل جاء ضيف ونزل على رجلين، كان مع أحدهما 3 أرغفة ومع الآخر 5، وكان 8، والرجل الثالث وضع الخبز، هذا معه 3 وهذا معه كان 5، وأكل الثلاثة كله.
وبعد ما الرجل أكل عمل إيه؟ أخرج من جيبه 8 دراهم وأعطاها لهم هدية أو يعني مقابل الطعام أو بركة أو نفحة أي حاجة، المهم إدالهم إيه؟ فقال أحدهما للآخر اللي معاه 3 ياخذ إيه؟ 3 دراهم، واللي معاه 5 ياخذ 5، أو أراد أن يقتسماها بالنصف يعني 4 و4، أو قال لا أنا معي 5 أرغفة بدي ناخذ إيه؟ 5، وأنت كم معك إيه؟ 3، بدك تاخذ كم؟ 3. فاختلف، ده عاوز حقه وده عاوز حقه، مش عاوزك يعني تتبشبش علي ولا تعمل نفسك يعني هتديني مساعدة، اديني حقي، لا أريد إلا مر الحق. فلما ذهب إلى سيدنا علي قال اقبل ما عرض عليك صاحبك بالتراضي، يعني النص مثلا 3 يعني خليكم، قال لا أنا لا أريد إلا الحق، إلا مر الحق. قال أما إن أبيت إلا مر الحق فليس لك إلا 1 درهم. طبعا ندم، قال يا ريت كيف يا أمير المؤمنين؟ شوف الكيفية، شوف. قال إيه؟ كم رغيف؟ 8. وكم نفر كلب؟ 3. والثمانية لا تقبل القسمة على 3، تباينها. فنعمل إيه دلوقتي؟ ولا يعلم قدر ما أكل كل واحد منكم على التحديد. 8 أرغفة، أبنت كلت كام؟ وهو كل كام والضيف كل كام؟ يعني لو قلنا كل واحد كل 3 يبقى كده عاوز الرغيف زيادة. فبالتحديد مش عارفين، فتحسبون على السواء. يعني هنخلي إيه؟ مقدار ما أكل بالتساوي. فكيف يحصل هذا؟ لازم نوحد المقامات، عملية رياضية حسابية، نضرب 8 في 3. تبقى بكام؟ 24، نقسم 24 على 3، يبقى معناها كل واحد أكل 8 أنصبة، 8 و8 على السواء. نيجي بعد كده إيه؟ نضرب، أولا هي كام؟ هما 3، تمام كده؟ وبعد كده الدراهم كام؟ 8، يعني 3 و5، اللي هو صاحب 3 أرغفة وصاحب الايه؟ 5 أرغفة، فهم 3. فنضرب ايه؟ 3 في 5 تبقى كام؟ 15. أكل منها 8، احنا قلنا 8 و8، أكل منها 8، فبقيت له 7. و3 في 3 ب9، أكل منها 8 فبقي له 1. 3 في 3 ب9، كلت 8 يبقى بقي لك 1. 3 في 5 ب15، أكل منها 8 فبقي له إيه؟ 7، يبقى أنت ليك 1 درهم. لو كان بتفهم وعندك بصيرة كان خدت الإيه؟ الذي عرضه عليك صاحبك بالتراضي. يبقى الحق والعدل غير الإحسان. الإحسان حدي لك من عندي. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا إيه؟ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ما دمت أنا متراضي وعارفك بتأكلني وعارفك بتضحك علي وعارفك بتقول إذا أنا مديك زيادة وأنت أصلا واخذ مني، بس إحنا مسامحين بعض ومتعاونين ماشي. إنما الحق أحق إيه؟ أن يتبع. يلا. فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتل والموت. فالقتل عبارة عن حز الرقبة، وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف. يعني القتل راجع إلى أعراض اللي هي الحركات، لأن الحركة عرض في يد الضارب. الضارب إيده بتتحرك، والسيف السيف بيتحرك. بس السيف إيه الفرق بين حركته وبين حركة اليد؟ أن حركة السيف تابعة لحركة اليد أو هي معلولة لها. زي أنت بتمسك المفتاح وتروح تفتح الباب،
ايدك بتتحرك والمفتاح بيتحرك بنفس الحركة. يبقى اذا حركة اليد تتعقل اولا ثم حركة المفتاح ثانيا، وهذا معنى تقدم العلة على المعلول، ان العلة تتعقل في الذهن اولا. يلا سميه تولد المعتزلة، بس احنا ما نسموش تولد. وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف، وأعراض هي افتراقات في أجزاء رقبة المضروب. يعني شوف كم أعراض، أعراض في اليد وأعراض في السيف وأعراض في رقبة المضروب، افتراقات يعني الحتة دي تبقى هنا ودي تبقى هنا. ده إيه أعراض؟ التفرق غير الاجتماع، يعني حيتفرق ما هو مجتمع. وقد اقترن بها عرض آخر وهو الموت. يعني الأعراض دي اللي كانت في اليد وفي السيف وفي الرقبة اقترن بها عرض آخر وهو الموت. فإن لم يكن بين الحز والموت ارتباط لم يلزم من تقدير نفي الحز نفي الموت، فإنهما شيئان مخلوقان معا على الاقتران بحكم إجراء العادة لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فهما كالمقترنين اللذين لم تجر العادة بافتراقهما. وده اسمه اقتران عادي، يعني يلزم من حز الرقبة إيه؟ الموت. تمام كده؟ ولكن ممكن عقلا يتخلف، ممكن تحز الرقبة ويظل حيا. وحدث هذا إنه لأنه المعجزات معناها إيه؟ معناها خرق العادة. يعني لو مثلا أنا فتحت صدرك كده أخرجت القلب ورحت كده أوديه مستشفى الأندلس كده أنظف وأشيل منه النفاق والضلال والزيغ والتشيع، ورحت جيت أرجع لك بيه تاني حلقك إيه؟ مت، مش هينفع. إنما لما كان هذا خرقا للعادة أن سيدنا جبريل جاء و شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج قلبه في قسط وغسله ثم أرجعه، فهذا عادة لا يمكن مع بقاء الحياة أن القلب يخرج من الصدر ثم يبقى إيه؟ حيا. في العادة ده لا يحدث، والحياة إيه؟ مستمر، تكون إيه؟ باقية أو مستمرة. فإن حدث إيه؟ خارق للعادة. وإن كان الحز علة الموت ومولده ولم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت، ولكن لا خلاف في أن للموت عللا من أمراض. يعني ما ينفعش يقول إذا ما فيش حز ما فيش موت، ده معنى كده ما فيش خلاف بين العقلاء أن للموت عللا أخرى من وأسباب باطنة، ده في الكبد وفي المرض الخطير ده وفي أمراض أخرى وفي سكتة قلبية وفي هبوط في الدورة الدموية. المهم الموت له أسباب كثيرة وقد اختلفوا فيها، يعني ما حصروهاش، ولكن الذي أجمعوا عليه على أن السبب الوحيد للموت الذي لا يتخلف هو انتهاء الأجل. يعني ممكن يكون سليم 100%، ليس إنسان مثالي، ليس عنده ضغط دم ولا سكر ولا أي مرض، سليم خالص كأنه يعني يعيش في الجنة، ولكن أجله انتهى لابد أن يموت ولو إيه لم يكن هناك مرض أو موت أو إلى آخره. فالسبب اللي هو عليه الإجماع والعقل وكله إيه؟ انتهاء الأجل. فإذا جاء أجلهم فأي واحد يستعجل موت إنسان أو يدعي عليه لا يمكن، حيموت إلا إذا انتهى أجله. لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يربط الدعاء بأنه أول ما يقترب أجله يخلي الناس تدعي عليه فيجي، لكن هو أصلا ما مات بسبب إيه؟
دعائي بدل احنا بندعي على ناس لنا 200 سنه وما فيش، بل ممكن نموت احنا ولسه. لكن اذا شاء الله تعالى وعلم انتهاء اجله ايه، يخلي كراهيه الناس تزيد والدعاء يشتعل هنا وهنا في بيت المقدس ويروح ايه الجمد. طبعا ايه برضو بانتهاء ايه اجله. ولكن لا خلاف في أن للموت عللا من أمراض وأسباب باطنة. ولهذا قال الشاعر: وكم من سليم مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. ولكن لا خلاف في أن للموت عللا من أمراض وأسباب باطنة سوى الحز عند القائلين بالعلل، فلا يلزم من نفي الحز نفي الموت مطلقا ما لم يقدر مع ذلك انتفاء سائر العلل. نعم. فنرجع إلى غرضنا فنقول: من اعتقد من أهل السنة أن الله مستبد بالاختراع بلا تولد ولا يكون مخلوق ولا يكون. أهل السنة كده يقولوا الخلق والاختراع ده لله، مستبد يعني منفرد بالاختراع بلا تولد. إيه معنى التولد؟ ها؟ مخلوق إلا مخلوق. التولد تعريف كذا: أن يوجب الفعل لفاعله فعلا آخر. يعني بص كده مثلا، هحط إيدي هنا إيه في الماء، هحرك إصبعي، بس حرك إصبعي في الماء، فما هو الفعل بتاعي؟ هو تحريك الإصبع، مش تحريك الماء، تحريك الإصبع. فتحرك الماء، فيقولون إنه الماء حركته متولدة عن حركة الإصبع. ده كلام المعتزلة يقولون بالتولد، أما أهل السنة يقول لا، ده في ارتباط بين الفعلين، بين حركة الأصبع وبين حركة الماء بخلق الله بانفراده تعالى بهذا فقط، من غير إيه أنه ده يأثر في ذلك. فلو شاء الله تعالى أن تحرك والماء لا يتحرك لفعل، لكنه ربط بينهما. أما هم يقول لك لا، لابد. من اعتقد من أهل السنة أن الله تعالى مستبد بالاختراع بلا تولد ولا يكون مخلوق علة مخلوق آخر. يعني ما فيش مخلوق علة المخلوق آخر، شفت كده؟ يعني حركة اليد مخلوقة، فكيف تكون علة لمخلوق آخر؟ فهمتم؟ فنقول: الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب مع من تقدير عدم الحز عدم الموت. يعني الموت أمر استبد، يعني انفرد الله به مع حز الرقبة، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت، لأن الله تعالى يميت من غير حز وهو الحق. ومن اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدة صحة الجسم وعدم مهلك من خارج، اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل. وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه. ده صحيح لو ايه صح التعليل، لكن دي عبارة عن ايه؟ اقتران لا يلزم منه إلا بحسب العادة، ولو شاء الله أن يتخلف لفعل. فإذا هذه المسألة طول النزاع فيها، ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها، فينبغي أن يطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله تعالى وإبطال التولد، لأن التولد إيه باطل. نعم. تمام. ويجب استناد كل الممكنات ليتقع تحت تأثير القدرة إلى الله تعالى مباشرة وبغير واسطة. كل الأفعال يعني معناها ما فيش فعل علة لفعل آخر، ما فيش مخلوق علة ليه؟ لمخلوق. فالموت أمر
استبد أي انفرد به الحق سبحانه وتعالى. ودي مسألة طولوا إيه فيها النزاع الجماعة المعتزلة، وقالوا إيه، قالوا المقتول، ودي حاجة غريبة انفردوا بها عن أهل السنة، قالوا المقتول له أجلان، مش أجل واحد، أجل الموت وأجل القتل، بمعنى أنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل الموت، الأجل الثاني. أما أي أجلين، أجل الموت وأجل القتل، فلو ما لم يقتل، يعني لو قتل حيموت بالإيه، بالقتل، لم يقتل يبقى عاش، حيعيش لحد ما يجي أجل الموت، يبقى له أجلان. أما أهل السنة ماذا قالوا؟ كما قال الشيخ في الجوهرة الشيخ اللطاني، قال وميت بعمره بأجل، من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. يعني معناها لو لم يقتل لمات. هم قدروا ايه؟ ها؟ ايه اللي قدروه؟ قالوا لو لم يقتل لعاش. يعني معناها لو الطلقة ما أصابتهوش حيعيش، وحيتزوج ويخلف ويسافر يروح الخليج ويروح أندونيسيا ويروح ماليزيا. إنما أهل السنة قالوا لو لم يقتل في نفس الوقت، في نفس الوقت. مرة كان واحد شغال في القطارات في السكك الحديد، حكى لنا حاجة عجيبة، إنه كان ماشي سريع على سرعة 100 كيلو أو 120، فلمح من بعيد إنسان زي مثلا يائس من الحياة، جاء واقف كده على شريط السكة الحديد وأراد أن إيه يعني. فالرجل شافه كان في النهار أو في وضع النهار من بعيد، ماذا يفعل؟ مقاولين إن السكة ما فيش محطة، ما فيه السرعة كاملة، ولكنه بيعمل إيه التلاكسات القوية جدا كده عشان ينبه الرجل، ممكن يكون سكران أو كذا، ولكنه لم يتحرك، واقف في النصف. فأخذ يهدئ من السرعة، يهدئ حتى ما كان بينه وبينه إلا يعني شبر كده، فتوقف ونهره بإيه؟ بقوة وبكلام شديد، كيف تقف؟ فلم يرد عليه، فنزل ليحركه فسقط منه فوجده مات. يعني معناها هذا هو وقت الموت، سواء ضرب أو لم يضرب. ولو رأى المعتزلة هذه القصة لرجعوا عن مذهبهم، لو كانوا يعملون في السكة الحديد. سبحان الله، يعني إياك أن تظن أنه لو لم يقتل لعاش. لا، هو القتل يعتبر سبب من أسباب الموت، والتردي مثلا والوقوع في البئر، كل هذه أسباب. ولهذا قال أهل السنة وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. طبعا جريمة القتل حذر منها الشرع وجعلها من أكبر الكبائر، حتى سيدنا عبد الله بن عباس قال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. يعني هذا الوعيد ما رأيناه في مثل إيه في جريمة القتل، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعن وأعد له. حتى قال ابن عباس إن الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل متعمدا ليس له توبة. ذهب إليه مين؟ سيدنا عبد الله ابن عباس، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن. وأهل السنة قرروا إنه المقتول قتل ظلما له ثلاثة حقوق، في ثلاثة حقوق متعلقة بالقاتل، مش حق واحد، ثلاثة. حق الله
وحق أولياء الدم وحق المقتول، كم دول؟ أما حق الله تعالى فإنه يسقط بالتوبة. ومن يفعل ذلك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم ويخلد فيه إلا. فحق الله يسقط به بالتوبة. طب وبعدين حق أولياء الدم يسقط إما بالقصاص أو بالإيه؟ بالعفو، عفو فمن عفي له، أو بالإيه؟ يعني لو تم القصاص يبقى سقط حق مين؟ أولياء الدم، مش حق المقتول. لسه الحق الثالث ده حق المقتول، يبقى الحق الأول حق مين؟ حق الله اللي هو اللي خلقه، وأنا بخلق العباد عشان تذبح وتقتل. المؤمن بنيان الرب ملعون من هدم، بل إن نمسلم جعل حرمة قتل المسلم أعظم عند الله من إيه؟ من الكعبة. لو أنت هدمت الكعبة حجرا حجرا هذا لا يصل إلى سفك دم إيه؟ مؤمن. والحق الأول حق مين؟ يسقط بالتوبة. حق أولياء الدم يسقط بالقصاص، يعني تنفيذ القصاص. بقي حق المقتول يبقى في الآخرة. يبقى معناها لو أن القاتل نفذ عليه حكم الإعدام أو القصاص في الدنيا وتاب توبة نصوحة يبقى بقي في الآخرة حق المقتول. يعني ده كله وحق نفين. أفرض أعدم في الدنيا أو قطع إربا إربا، ده فين حقنا؟ تاب دبونا ما لنا، ده حق ربنا، فين حق؟ فحق المقتول يبقى في الآخرة يتعلق به ويقول يا رب سله فيما قتلني، فإن لم يرضيه الله تعالى يدخل النار حتى لو تاب. إذا أرضاه الله تعالى، في بعض الروايات ينظر المقتول في الآخرة وهو يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني أو خذ لي حقي منه، فينظر إلى قصر جميل كذا وحور عين وحاجة يعني، فعقله ينشغل فينسى حكاية القتل، يقول يا رب لمن هذا القصر؟ يقول لك إذا عفوت عن صاحبه، يقول عفوت عنه وانسى، ما لسه كنت متمسك. يقول خذ بيده إلى الإيه؟ إلى الجنة، أدخل أنتوا الاثنين القصر، ممكن يقتلوا جوا القصر. يلا يا شباب ممكن تقوم معاك وراح الصعيد يقول لك مش حاسس حق، يقول لك لازم أخلص عليه. ويبنى على هذا أن من قتل ينبغي أن يقال إنه مات بأجله، لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله تعالى فيه موته، سواء كان معه حز رقبة أو كسوف قمر أو نزول مطر أو لم يكن. يعني نبني على كذا العقيدة الصحيحة إنه مات بأجله خلاص، لأن الأجل عبارة عن الوقت الذي خلق الله فيه موته، سواء في حز رقبة، في قطع رجل، في ضرب نار، في كسوف قمر، في نزول مطر، أو لم يكن. لأن هذه كلها اقتران عادي وليست مؤثرات، ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة وبعضها لا يتكرر. لكن بخلاف الجماعة الفلاسفة والجماعة الهبل والعبد يقول لك إيه؟ المدة انخلال أو اختلال الطبيعة أو انحلال البنية، فساد البنية، زي إيه؟ السلع الغذائية يقول لك صلاحيتها انتهت، يعتبروه كده يعني البنية، يعني قوام الجسم زي الفتيلة بتاع الزيت بتاعه انتهى خلاص، يعني أمر طبيعي ملوش دخل لا بأجل ولا في ملائكة مو عندهمش الكلام. جعل للموت سببا طبيعيا من الفطرة، وزعم أن كل مزاج يعني فيه إيه؟ مزاج كده، فله رتبة معلومة في القوة، يعني يقعد صالح مثلا زي الطعام، مثلا لو سبت مثلا زي الرغيف
يقعد يومين، لكن بعدك لو سبته اسبوع ييبس وما تقدرش يعني خلاص انت زي كده. اذا خليت ونفسها تمادت الى منتهى مدتها، يعني لي فترة الصلاحية، فيموت الانسان بانتهاء الصلاحية. ولو افسدت على سبيل الاختران، يعني ممكن ايه الصلاحية دي مثلا انت مثلا 50 سنة يجي هم يخترموها بعد 20 بعد بفعل فعل، المهم اصبح ما في الصلاحية مثلا عشان الجسم يبقى سليم ويعيش مثلا 70 سنة، يبقى معناها ايه ما يحصلش تقطيع في اجزاء منه، فيروح يخترم البنية، فالصلاحية ايه تخرب قبل ما عادها. يبقى ده اخترام. كان ذلك استعجالا، يعني زي يقول احنا مش هنستنى لما صلاحيته تنتهي، احنا عاوزين ايه نستعجل هذا الانتهاء. يبقى يسموه ده استعجالا بالاضافة الى مقتضى طباعها، يعني ممكن تبقى 20 سنة مثلا 100 سنة تعيش اذا كنت مثلا الاكل مثلا سليم والصحة كذا، وممكن ايه نخلي 100 دول 70 أو 60، نخرب شيء كده أو نفسد حاجة. والأجل عبارة عن المدة الطبيعية، حتى هم لما يقولوا إنه في أجل، ليه المدة الطبيعية؟ زي مثلا الطعام لما يبقى في الثلاجة يقعد شهر، ولو كان برا الثلاجة أسبوع، زي كده. كما يقال الحائط مثلا، زي لما نبني حائط مثلا بالطوب اللبن، تسأل البنا يقول لك والله الحائط دي ممكن تبقى 100 سنة، بس بحسب إحكام البناء، يكون البنا يعني أحكم البناء، وممكن لو بناء كده الأساس ضعيف أو كذا ممكن 10 سنين بحسب إيه. ويمكن أن يهدم بالفأس في الحال، يعني الحائط لو سبناه كده وحده 100 سنة لما يتهدم واحد من نفسه كده. وممكن إيه لو كان البناء غير محكم بدل 100 تبقى إيه 50، أنا مش هستنى 100 ولا 50، أنا عاوزه في الحائط يروح إيه ده بالفأس، هات الفأس في الحالة. والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته. يبقى كلمة أجل يعني المدة الطبيعية بتاعته. أما الانخرام ده اللي احنا بنسميه القتل، يعني استعجل إيه موته قبل أجله. وحتى المعتزلة لهم شبهات، يقول لك أبو من لما هو ميت بأجله أمال القاتل ده يتحاسب ليه؟ وعمل حاجة؟ ده الرجل نفذ هو القاتل اصلا يعرف انه الاجل انتهى في الساعة دي؟ لا، ده يحاسب على جرمه، لكن كون الاجل جاء في هذه الساعة وقد لا يكون فيها، كم انسان ينجو من محاولات قتله؟ ده يمكن ده فيه واحد كان في المغرب من الملوك هناك، كم مرة تدبر محاولة اغتياله بطريقة يعني عجيبة، لحد ما في مرة رموه من الطيارة وما ماتش. ده انت لو رموك من الكرسي راحت من الطائرة ونجا منه، وضرب عليه النار طلع 500 مرة ما فيش ورا مرة. فبيسأل واحد من الناس الأولياء الصالحين، يعني الرجل ده الملك ده ليه كرامات؟ يعني رجل ولي مثلا، ده كان بيشرب خمر ويشرب، يعني كانش يعني صالح ولا كانش مثلا يحافظ على الصلاة، فما سبب نجاته من الأمور اللي فيها هلاك محقق؟ قال إنه رجل كثير الصدقات، بيتصدق، والصدقة تقي مصارع السوء، فربنا بينجيه إنه الملك واحد فقير يديله، مش يديله 10 جنيه، ده بيديله حاجة، ده ملك، ده هو تعبان في حاجة بيدفع، يديله ابن بيته، يدعي له دعوة ربنا ينجيك من جوه، خلاص ربنا يستجيب. يلا يا شيخ. والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته، فيلزم من ذلك أن يقال إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله، وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال انهدم بأجله.
بهذا يعني يا إما بأجله يا إما باخترام الأجل أو باستعجاله. خلاص كده؟ ودي حصلت أيام لما مات الأرحم ياسر عرفات، كان رئيس فلسطين، وكان بلغ من العمر 75 أو أكثر من 75. كانت في تفجيرات وفي أشياء تحدث في اليهود، وطبعا كان بتشجيع منهم أو حاجة زي كده. فاليهود جن جنونهم، فأرادوا التخلص، إنه عرفوا أو تحققوا إنه هو وراء هذه العمليات الفدائية التي يقتل بها اليهود ويفزعون ولا يستقرون في أوطانهم. فأرادوا أن يقتلوا، لكن في معاهدة وفي سلام، فسوف يحصل مشكلة في السياسة أو في ال... فطبعا إسرائيل لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا بتعليمات من أمريكا. فذهب شارون ده لعنه الله تعالى لعنة كبيرة، راح أمريكا يستأذن، ولو أرادوا أن يقتلوه أو يقضوا عليه في دقائق، مش أمر مش يعني صعب بالنسبة، بس هي موازنات سياسية فقط. فأراد أن يستأذن في التخلص منه، وهذا الكلام أذيع في القنوات الفضائية. فقال له رئيس أمريكا، كان عاقل، كان مش عارف بوش أو غير مجنون ده الموجود، فقال له يعني اترك أمره لله، يعني هو رجل كان عنده كم سنة؟ 75، يعني سيبه كده، يعني اترك أن ربنا يتوفاه، يعني يموت بأجله، اترك أمره لله، يعني لكي لا تقيم علينا. ورجل كده كبير ومريض وميت، يعني ممكن مثلا لو سبناه 6 شهور سنة بالكثير ويموت، بدل ما نعمل مشكلة وندخل في صراعات وفي مشاكل مع العالم وإحنا مش ناقصين. فالأمريكي بيقول له اترك أمره ليه؟ فقال له طب خلاص، بس ما فيش مانع نساعد الله، يعني بالمساعدة. فراحوا عملوا موضوع السم بطريقة يعني إبليسية، سموه بالأشعة أو بطريق معين، وكسرت الصفائح الدم ومات بسبب هذا، وتم هذا رسميا في فرنسا، لكنهم كتموا الأمر. المهم مات بالسم، ومع ذلك كان حيموت، بس هم لا يؤمنون بمذهب أهل السنة، عقيدتهم عقيدة المعتزلة. يعني لو تركوه كان مات برضه من غير حاجة. هذا اللفظ يبتنى على ذلك الأصل. خلينا المسألة الثانية عشان طولنا شوية، خليها المرة الجاية. اللهم صلي أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك الذاكرون فلا عن ذكره غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون.